شو بتقول الأفلاك لمواليد العقرب بشهر تشرين الأول أكتوبر من عام 2022؟ شوف هالجملة شو حلوة بأول هالشهر يا عزيزي العقرب. هلا حنحكي هلا على الصعيد المهني مش العاطفي، العاطفي بفيديو تاني. بقول لا تثق بما تراه يا صديقي، حتى الملح يبدو كالسكر. وسارع للقول إنه هذا شهر جيد جدا، بيوعدك بتقدم ملموس وبتحقيق رغبات طالما داعبت أفكارك، وإذا بدأ بطيء بأوله بينتهي بأخبار حلوة كتير بعد عودة جوبيتر إلى برج الحوت بتاريخ 28-29 حتى يستقر فيه لنهاية السنة. بعودة جوبيتر أنت بترتاح جدا وبترجع بتلتقط الفرص من وين ما كان، وبتبتسم السماء وبيكتر العمل، بتكون أنت بهبة الاستعداد لمواكبة كل التطورات. مبادراتك لح تثمر، أفكارك بتوفر لك عائدات وأرباح. أفكارك الحلوة يمكن مرقت بتجربة فاشلة، بس التجارب الفاشلة بتعلمك درس بالإجمال. مثل الناس يلي خيبوك بالسابق بتخرج منها المعاناة مع دروس جديدة بتأهلك للنجاح بعد هالخيبة. يمكن تنتهي من قديم بهالشهر وتبلش بجديد وتشعر بسعادة النجاح والانتصار. بتخوض ميادين جديدة وبتروح باتجاه بأمن لك التغيير المطلوب، خاصة أنه كسوف بيحصل ببرجك بتاريخ 25 وبيتحدث عن أحداث مهمة بتحصل بحياتك وبتجرك لقرارات تغييرية بعملك أو لخياراتك أو بمؤسسة بتشتغل معها. في بعض الأحيان تشتغل معها أنت العقرب، بتحب تكون أنت المسؤول مش تشتغل معك هن بيشتغلوا، مش أنت بتشتغل معها هن بيشتغلوا معك. بس ما عليه، في بعض الأحيان بوضع سياسي بيطرأ وبيلائم ظروفك، أو بإدارة بتتوليها أو بظرف عائلي بتتبدل فيه الأدوار، تتحدث الأفلاك عن فرصة مهنية تتاح لك. هالشهر بيحمل تشويق كبير، وجود مارس ببرج الجوزاء بحفزك للقيام بخطوات ومساعي جديدة، بيتناغم مع كوكب فينوس ببرج الميزان لتاريخ 23، بيشير لمناسبات اجتماعية عزبة ولقاءات وعلاقات مثمرة، خاصة أنه ميركور بينضم كمان لبرج الميزان وبيواكب هالأجواء الإيجابية وبيضمن لك النجاح ببعض المشاريع خاصة يلي إلها علاقة بشؤون ماضية كأن تحقق حلم مثلا. في طاقة إيجابية بهالشهر مهمة تجعلك تتخطى بعض الانفعالات السلبية للمحيطين أو يلي عم بيروجوه من أفكار محبطة، ما تتأثر فيهم، أنت قوي عزيزي العقرب.